بس ولكن من بعد الكوكب اليوم الهيلي غير، الهيبي غير. أنت عن جد اليوم كوكب العراق ونجمة العراق الأولى، حضورك حضور وهيبتك هيبي كبرت كتير. الكوكب 165 مليون مشاهدة، أنت عندك أغاني جايبين فوق 100 مليون، ولكن الكوكب عملتك غير أبعاد طبعا. يعني صار يعرفوك بلبنان، صار يعرفوك كتير بسوريا، بمصر، بالوطن العربي انتشار أكثر. طبعا انتشار كبير جدا. نحن سوري زعجناك وجينا بنص المناسبات، كنت بافتتاح كأس الخليج بالبصرة بالعراق. أيوة. وكان مفروض أنت تعمل الافتتاح. صحيح. ولكن أنت منحوسة. صلاح شو صار؟ ما لقيتي طيارة؟ ما لقيتي طيارة؟ شو صار؟ أنت أجلت كل الحلقة كرمال الخليجي. ما عطوها فيزا، ما عطوها فيزا على العراق. ما عطوها فيزا. ما عطوك فيزا على العراق. لا عن جد شو صار؟ أول شيء ما لقيتي طيارة على الوقت. لا شو يعني احنا اول مره العراقي يعني من بعد غياب 43 سنه يستقبل حدث رياضي كبير مثل كاس الخليج، فكانت مزحومه علينا يعني ما مصدق عاجقه على قولتكم. فبسبب اكيد التيكت والطيران وما شاء الله العراق جاوا ضيوف هوايه، فكان اكو ماكو تيكت كالعاده. ما في تكت. الفرقة الموسيقية متعودين. ايه. وبعدين علقتي بالعجقة بس وصلتي على العراق. بالضبط. فلتقريبا الساعة 6:56 احنا لا تحركنا صوب الملعب. والافتتاح الساعة 7؟ 6. لا أو لا. والله. وروحت الافتتاح. ايوه. وطلعت غنيتك أنت ما كنتي موجودة. ايوه. ابرني الله. عشان بدي أتعارك كذا ينجر شعري أنسحب. لا وانت بعدين بين الشوطين غنيتي يعني صرت انت الاستراحه بعدين. خلينا نشوف كيف بترقدي بالكعب، كيف ركضتي بالعجقه بالكعب. بطلة العالم. اسمعوا مطبات. انت لاحظت انه هي انت لاحظت انه الغنيه مبلشه يعني الغنيه يعني هن عملوا افتتاح وايرلس اول شيء رحمه مش موجوده في الغنيه بس بعدين هي لحقت الغنيه. افظع مغامره صارت معك شويه البصره هاي اللي صار معك اخر شيء. ايوه لانه انت من تنزل نازل ما تعرف يعني هذا الجمهور شنو ممكن تكون ردة فعله. فنزلنا واحنا ما بدنا نعرف شنو ايش راح يصير يعني اني نازله ومأخرين عليهم وهن صار لهم زمان ومشتاقين لك. ايوه وحتى على موضوع لبسي الناس هوايه علقت على موضوع وقالوا انك لابسه ب 10 مليون ريال عفوا 10 مليون دينار كبير علي هم وكبير بس ليكي عن جد كتبوا انك لابسه ب 10 مليون دينار يعني 7000 دولار وانه it was too much for Iraqi people let's say it. انت بس شو تعليق على هذا الموضوع؟ والله بالعكس يعني اذا انا بالعكس انا اشوف انه هذا اقل يعني بالعكس انا طالعه بلبس كلش بسيط. يعني كنت اريد البس افخم من هيك العراقي يستاهل افخم. يعني انت اعتبرت انه كان فيكي بعت لبسي اغلى لانه بيستاهلوا اهل العراق اكثر واكثر يشوفوا اشياء